تحويل بين اي نوع حركه لاي نوع حركه؟ روتيشنال للترانزليشن. بنحول روتيشنال للترانزليشن. مضبوط. عمال بنحرك هون عندي هون لفات معينه، هون عم بصير في عندي حركه خطيه، وعاده رح يصير في عندي كارج. الكارج هون رح يصير في عندي حركه خطيه، وهون بقى بعمل حركه دورانيه. هو احد الطرق، اذا هو السيستم الميكانيكي الثالث رح نطلع عليه. عادة الليد سكرو والباور سكرو بستخدمه في تطبيقات السرعة الخطية هاي منخفضة. هون في هذا نوع من الجيرنج، هو كأنه نوع من الجير بوكس، لأنه عماله بحول لي عدد اللفات، هون عماله بحولهم لمسافة بسيطة من هون. فعادة إذا بدي سرعات، وعادة إذا بدي شيء يعطيني لوكيشن دقيق. يعني مثلا نفترض عندي تطبيق معين، عندي شيء بدي أعمل نوع من السكانينج، فعندي سكانر هون. والسكانر هون انا رحت ركبتها على باور سكرو، وهون حطيت ستيبر موتور. وهون ارتباطه مثالي بالستيبر موتور، ستيبر موتور ارتباطه مثالي بالباور سكرو. فالستيبر موتور انا هصير اعطيه فلس. الستيبر موتور كانه ديجيتال ايكوفيلنت او ديسكريت ايكوفيلنت للكونتينوس موتور. وهي السكانر هدفي اني احركها بشكل دقيق من هون، ونفرض السكانر هاي عماله تعطي ضوء مثلا من هون. تعمل سكانينج على اوبجكت معين في هذا الجسم معين هون. بدي اخذ تضاريس هذا الجسم بشكل دقيق جدا. عندي ريزولوشن هون، ريزولوشن ايش حكينا؟ عرفنا ريزولوشن، عرفناه بالام اس دي، ما حكينا عنه هون. اذا الريزولوشن عندي هي اصغر ديستانس بقدر يتحركها السيستم، ريزولوشن ذا سمولست انكريمنت، اصغر انكريمنت. فهاي السكانر بدي اياها تعمل سكانينج لهذا الوجه او هذا الجسم مثلا على 5 مايكروميترز، يعني 5 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 متر. فصار بدي هاي تمشي، لما السكانر هاي بطلب منها تمشي بستبس 5 مايكروميترز، كل خطوه من هون 5 مايكروميترز. اذا الحركه صار عندي هون حركه الستبر موتر، لما بدي بلف الستبر موتر، وبعدين بدي البيتش. ايش هو البيتش تعريفه؟ بين كل هو المسافه، المسافه الخطيه اللي يتحركها هذا الكارج لما بلف لفه واحده كامله، فممكن تكون مثلا 1 مليمتر بير ريفولوشن. هلا في بعض تعريفات مختلفه، طبعا في تعريفات اخرى، بس هاي احد التعريفات، انه عندي المسافه الخطيه من هون اللي بتحركها لما بلف لفه كامله من هون. رح نطلع على المعادلات حتى نعمل الحسابات. هدفي نفس الشيء هون، ايش احسب؟ التورك اللي موجود اللي مطلوب من هذا ستيبر موتور حتى يقدر يعمل لها. هون في اوت اوف بالانس مضبوط، وفي عندي انرشيا بنفس الطريقه ونفس الفكره.